جديدة لنقل البضائع والسلع تدعم بها الأسطول البحري لبلادنا. السفينة التابعة للمجمع الجزائري للنقل البحري تبلغ قدرة استيعابها أكثر من 1530 حاوية باختلاف أنواعها، بما في ذلك حاويات التبريد. السفينة التي يبلغ طولها 171 مترا وعرضها أكثر من 24 مترا مزودة برافعتين وستة عنابر، كما تبلغ حمولتها الإجمالية 16850 طنا. سفينة جانت المخصصة لشحن البضائع مجهزة بأحدث وسائل الملاحة البحرية والتكنولوجيات الحديثة في المجال، بالإضافة إلى محركات تعمل بنظام يحافظ على البيئة من حيث نسبة الانبعاثات، وهو ما يستجيب للقوانين الدولية. سفينة جانت ستكون إضافة نوعية للملاحة البحرية ببلادنا، كما ستسمح برفع قدرات الشحن وكذا أخذ حصة معتبرة من حركة الحاويات في الموانئ الوطنية وكذا في موانئ الحوض المتوسط. تقدر تلفت حوالي 1470 حاوية. السرعة القصوى تاعها حوالي 17 عقلة حاوية. الكونسوماسيون 24 ساعة حوالي 33 طن. مجهزة بكل وسائل ملاحة حديثة، يعني آخر وباخرة محافظة على البيئة، حيث الغازات ولا من حيث تلوث البحر. يسميوها جرين شيب، يعني مطلوبة كثيرا حاليا. وتلفت حوالي طاقم 20 طاقم 20 فرد، ومعظمهم كلهم جزائريين، ويعني التدريب تاعهم يسمح لهم باش يقدروا يقودوا مثل هذه السفينة. يعطيك الصحة. وإن شاء الله مبروك على الجزائر وعلى كمان للجميع وللشبيبة اللي جاية باش يقدروا إن شاء الله. عندنا بخيرة أخرى شقيقتها تجي يوم الأربعاء إن شاء الله. كان اقتناء يعني بمجموع بخيرتين، كل باخره كلفت حوالي 27 مليون دولار. والان على حسب يعني السوق اسعار هذه الباخرات زادت طلعت اليمن، لانها هذه البواخر حاليا في حاله السوق الان يعني تدوموند محتاجه بزاف، باسكو عندها يعني السعه متوسطه باش تدخل في كامل الموانئ، على خلاف المركبة البواخر الكبرى اللي ما تدخلش الموانئ الصغيره كما موانئ الجزائر. والان سوق الحاويات نقصت بزاف، لان فيه ديفيسيت كبير تاع الحاويات، والسوق العالميه يعني نقصت شويه، ولهذا هذا سعر هذه البواخر سواء في الشراء او في الكراء طلع بحوالي 50% منذ حوالي سنه. ولهذا يعني الدوله والجزائر والمركب والمجمع تاعنا وكلان مات يعني درنا اون بون افير، يعني بون افير شريناها المركب هذه الباخره الان في يعني في حال السوق الان. والحمد لله.